الشهامة علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور يعلو. أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله الأمي الأمين خاتم الرسل والأنبياء أجمعين، وعلى هدينا اهتد إلى يوم الدين. أما بعد، الموضوع من الموضوعات المهمة جدا فيما يخص طرق التدريس، وخصوصا في الأمور التي تتعلق بالمعلم كمعلم على مستوى الحصة الدرسية، توضح مدى امتلاك المعلم للكفايات التعليمية التي يتوجب التعامل معها في مواقف صفية جيدة. الآن طبعا حتشاركنا اللي هو الطالبة نايفة، وحتتكلم في بعض الجوانب، وأنا بدي منكم حاجة مهمة جدا تكونوا مشاركين إلها وفاعلين، ونبين مين هو المعلم الجيد اللي يفترض أن يمتلك هذه الكفايات التعليمية في المواقف الصفية. أهلا وسهلا. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعرفنا في المحاضرة السابقة على المبادئ النفسية والتربوية التي يقوم عليها المعلم الفعال المتمثلة في الملاحظة الدقيقة للمعلم. أيضا عندنا التشجيع، وثالثا عندنا اعتبار الأخطاء جزءا من التعلم، وأيضا عندنا النجاح ليس له بديل، وأن التعلم الفعال يقوم على التكرار، والتعلم الفعال يقوم على الاستعداد، والتعلم الفعال يتم بالاكتشاف، وأيضا عندنا التعلم الفعال يهتم بالمفاهيم، وكذلك يقوم على تنظيم التعليم ودور المعلم ومسؤولياته في ممارسة التعلم الفعال وفي تعليم الطالب كيف يتعلم. بعد ذلك تطرقنا أيضا إلى نماذج وأمثلة لتطبيق مناهج المواد المختلفة المتمثلة في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول المتمثل في اشتقاق العديد من المبادئ النفسية والتربوية اللي ذكرناها آنفا. ثانيا متمثلة في تصميم أنماط التعليم، وعرفنا أكثر من نظرية. النظرية مثلا عندنا التعلم الإشراطي الإجرائي، والتعلم الإشراطي الإجرائي لسيجنر، والتعلم بالمحاولة والخطأ لثورندايك. بعد ذلك في عنا تحديد الاتجاه الثالث، تحديد الكفايات التعليمية الأساسية اللازمة لتعليم المنهاج. أما اليوم إن شاء الله حنتعرف بداية عن الموقف الصفي. بالنسبة للموقف الصفي هو عبارة عن نظام مفتوح، هو عبارة عن نظام مفتوح يتكون من مجموعة من الأنشطة، هذه الأنشطة أولاً إنسانية متنوعة، يجب أن تكون فعالة متناسقة، تهدف إلى استخدام الموارد المادية والبشرية والفكرية. هدفها اكتساب المتعلم سلوكا او تعديل سلوك. نيجي بالنسبه للموقف التعليمي، حكينا كلمه نظام، واحنا اخذنا سابقا تعريف النظام. مين تعرف النظام؟ يلا تفضل. هو عبارة عن الكل المركب المتكامل المتكون من مجموعة من العناصر المتفاعلة والمتداخلة، ويؤثر كل منها على الآخر، وإذا اختل منها عنصر يؤثر على باقي العناصر. ممتاز. بالنسبة يعني للنظام، الموقف التعليمي يتكون من نظام، يتكون يعني من مجموعة من العناصر لكل منها دور، يعني بيحتاج لمدخلات، محتاج لعمليات، ومحتاج لمخرجات. بالنسبة للموقف الصفي، لو اعتبرنا إنه الموقف الصفي بهذا الموقف الصفي بيحتاج عنا للعديد من المدخلات. أول مدخل بيحتاج إلى تخطيط التعليم، ويحتاج أيضا إلى المادة الدراسية. نعم، يجب مراعاة المادة الدراسية، وأيضا يحتاج إلى الأنشطة. يحتاج إلى تنظيم واختيار الأنشطة المناسبة، وأيضا يحتاج إلى إجراء التقويم.
طبعا في مجموعة عمليات، في مجموعة عمليات مش حاجة واحدة، لكن كل هذه يفترض تتكامل مع بعضها وتتداخل ويكون علاقات بينها، وهذه الأشياء لو صار في خلل في بعض الجوانب ممكن تنعكس على جوانب أخرى. نعم، زي ما حكينا أنه هناك في علاقة ما بين هذه العناصر، وعندنا من أهم هذه المدخلات، أهم عندنا المدخلات هو مين؟ عندنا المعلم الذي يقوم بعملية التخطيط وفق المادة الدراسية، بيختار أنشطة مناسبة للمادة الدراسية، وهو الذي يقوم بإجراء التقويم. كل هذا من أجل مخرج مهم جداً، أهم المخرجات وهو المتعلم، لأنه الهدف الأسمى من عملية التربية والتعليم هو تحقيق سلوك مرغوب فيه. بعد ذلك الأهم يعني التعليم اللي ما بيأثر في سلوكيات المتعلمين هذا تعليم يعتبر مضيعة للوقت، بالعكس ممكن ينعكس انعكاس سلبي كمان. فهذه الشغلة مهمة جدا انه نفهم احنا بننمي شخصيات متكاملة جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا وتربويا واخلاقيا ووطنيا ودينيا، وبالإضافة لتعديل سلوك المتعلم في الاتجاه المرغوب اللي هو الاتجاه الإيجابي. حاليا حنتعرف على المبادئ النفسية والتربوية المستخلصة من الكفايات التي يجب أن تتوافر في المعلم الناجح. بالنسبة لأول كفاية وهي عندنا تخطيط التعليم، بالنسبة مين تشرح لي أو تعرف لي مفهوم التخطيط؟ التخطيط هو عملية إعداد مسبق يقوم بها المعلم لتحقيق هدف منشور. ممتازة، نسمع إجابة ثانية. الصورة الذهنية التي تتكون في داخل عقلية المعلم لما يقوم به من إجراءات وأنشطة وأدوات سيستخدمها في تحقيق هدف ما في داخل الدرس. إذن هو عملية عقلية منظمة هادفة، يستطيع المعلم السيطرة على الموقف التعليمي وتزيد ثقته بنفسه وتساعده على تحقيق أهدافه. ماشي، هذا بالنسبة للتخطيط. في عندنا مبدأ التخطيط بيعتمد على العديد من الأمور. واحد عندنا الخطة التي يقوم بها المعلم، في عندنا خطة سنوية أو بنسميها خطة فصلية، وفي عندنا خطة دراسية اللي هي بتكون خطة يومية. أولا حاجة حندرس الخطة الدراسية السنوية. يلا يا غالب. إيش بتم في الخطة السنوية؟ إعداد خطة سنوية لتنظيم كل مادة من المواد المختلفة، مع أخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية والبشرية المتاحة، وبالتالي أيضا تطوير هذه الخطة باستمرار في حال تطور المكان والزمان والحاجات المستجدة، وأيضا توزيع الموضوعات. فعامل الوقت مهم في هذا، أن أوزع الموضوعات بحيث يكون عنصر الوقت مهم بحسب الوقت المخصص له. ماشي، ممتازة. أما بالنسبة لأعداد الخطة السنوية، هو تنظيم تعلم لكل مادة، يعني لكل مادة مختلفة يجب أن يكون لها خطة سنوية. بدنا نأخذ بعين الاعتبار المواد الإمكانات المادية والإمكانات البشرية، ويجب إذا كان في أي ضروب أو أي طارئ برضو نعدلها للخطة السنوية. وأيضا عندنا توزيع الموضوعات المخصصة في الكتاب، يعني لو الكتاب بيتكون من أكثر من وحدة بدنا نحدد الوحدة مثلا هذه بتحتاج لعشرين يوم، أو الوحدة هذه لثلاثين مثلا لثلاثين يوم، على عبر الفصل أو على عبر السنة على حسب المادة الدراسية المخصصة، مع مراعاة الإمكانات المادية والبشرية والمناسبات والظروف وكل الأشياء هذه تؤخذ بعين الاعتبار حتى لا نصطدم بالواقع. نعم، بعد ذلك عندنا لإعداد الخطة الدراسية. الخطة الدراسية هي طبعاً اللي بتيسر عملية التعليم لدى الطلاب، وأيضاً بالنسبة هذه الخطة يجب ألا تكون مملة، لذلك يجب ألا تكون يعني كثيرة، فقط بنركز على الأهداف السلوكية المتوخاة التي يريد المعلم إيصالها لدى المتعلمين. لا نستلزم، يعني لا يستلزم أن تكون الخطة الدراسية لحصة واحدة فقط، وإنما لموضوع. الموضوع قد يكون حصة، قد يكون حصتين، قد يكون أسبوع. التخطيط بيكون لموضوع كامل. الخطة الدرسية يفترض أن يراعى فيها شروط
شغلة مهمة جدا أنه نفهم أنه في شروط يفترض أن توافر في الخطة الدراسية، زي مثلا الترويسة موضوع يعني اليوم، التاريخ، الحصة، الموضوع إلى آخره، أيضا اللي هو الموضوع الهدف العام أو الأهداف العامة، ثم الأهداف السلوكية، وعمل مقدمة للدرس واستعراض بعض المعلومات إما من خلال عبارات أو جمل أو أنشطة أو أسئلة، ثم التأكيد على أهمية المهارات اللي عاوزين ننميها، ثم الاتجاهات، وأيضا الاستعانة بمصادر التعلم، في نهاية المطاف التقويم، ثم الواجب البيتي. طبعا هذه خطة مش مقدسة، في خطط كثيرة وكل خطة لها إيجابيات ولها سلبيات، بس هذه مختصر لما هو عن الخطة الدرسية اللي هي يفترض أن يتوافر فيها الشروط الجيدة. حتى في مدرسين يستخدموا خطة درسية من خلال القصة، من خلال مهارات التفكير الإبداعي، من خلال التعلم التعاوني، من خلال مهارات التفكير الناقد، من خلال برامج تعليمية معينة عبارة عن وحدات تعليمية أو وحدة تعليمية. إذن هذه الشغلات نفهم أنه ما فيش خطة مقدسة، ولكن لو أنا عملت هدف أفهم أنه هذا هدف عام أو هدف خاص. إذا هدف خاص تنطبق عليه شروط الهدف الجيد، يعني زي مثلا ممكن ملاحظته، ممكن قياسه، يكون له مستويات، ما يكونش في مركز فقط في جانب الكذا، أن يحتوي على أداة السلوك وفعل السلوك، أيضا أن يكون خاص بالمتعلم وليس بالمعلم. إذا هذه شغلات مهمة جدا أنه نفهمها، إذا اتوافرت معناها أنه الخطة الدرسية اللي أنا عديتها أنا امتلكت معناها كفاية تعليمية خاصة بإعداد اللي هو الدرس. تفضل. طيب نرجع على للنقطة الثالثة، ناخذ النقطة الثالثة اللي هي تحديد الأهداف السلوكية المتوخاة من خلال ما يسمى بالتعلم القبلي أو المتطلبات السابقة، وصياغة الأهداف السلوكية التي تركز على العمليات والمفاهيم العقلية المختلفة والمهارات الفكرية واليدوية والاتجاهات والقيم التربوية. أحسنتي. عندنا تحديد الأهداف التعليمية السلوكية، وهناك عدة شروط لتحديد الأهداف التعليمية السلوكية. أولاً عندنا تحديد التعلم أو السلوك أو التعلم القبلي، يعني بدنا نعرف الطلبة ما هو التعلم الموجود سابقاً لديهم من أجل بناء تعلم جديد لديهم. اثنين، بدنا نصيغ الأهداف السلوكية والتركيز على المفاهيم والعمليات العقلية المختلفة، يعني نراعي الجوانب العقلية والمعرفية والجوانب الوجدانية والجوانب اليدوية والحركية، وألا نركز فقط على الأهداف المعرفية فقط، ويكون عدد الأهداف قليل من أجل نساعد المعلم على تحقيق الأنشطة وفق هذه الأهداف السلوكية. ممتاز. إذن هذه الشغلات مهمة جدا، تاخدوها بعين الاعتبار لما تيجوا تحضروا أي درس أي كان، مش نحط كله أن يذكر أن يذكر أن يذكر أن يذكر وباقي الأهداف ما لهاش قيمة نهائيا، فبصير مشكلة، معنى ذلك أنه ما توافرش شرط من الشروط. ثانيا عندنا إدراك المعلم بنية المادة الدراسية جيدا، في عندنا الأمر الأول، تفضل. فهم المعلم المادة الدراسية، فهم ذات معنى قبل وقوفه أمام الطلاب حتى يعرف العلاقات التي بين الأجزاء داخلهم، وهذه لها علاقة مهمة جدا بإدارة ضبط الصف وتنظيمه. المعلم يفترض أن يمتلك المادة العلمية وأن يمتلك شخصية قوية اللي تمكنه من أداء مهامه على النحو الأفضل. بالنسبة لفهم المادة العلمية فهما ذا معنى، يعني أن يكون المعلم فاهم دقائق المادة التي يود تعليمها، ويعرف المعلم إذا كان هو بحاجة إلى أن يطلع إلى مصادر خارجية أو أنه يسأل زملائه في مواضيع مثلا هو لا يعرفها. الأمر الثاني، تنظيم التعليم. ماذا يتطلب من المعلم في هذه الحالة؟ ماذا يتطلب من المعلم لما أنا بقول أنه لازم أنا أعرف كل المادة وكل دقائقها؟ أيوة. إذن يسعى إلى مصادر. إذن فيها دقراءات خارجية وفي أحداث جارية وفي كتب وفي مراجع وفي مكتبات
وفي انترنت وفي تعليم الكتروني وفي اشياء كثيره. يفترض ان يكون واسع الاطلاع في مجالات تخصصه حتى يستطيع الرد على كل تساؤل. ممتازه، مثقف وواعي بكل ما هو مستجد. بالنسبه للتنظيم في عندنا نوعين، اللي هو التنظيم المنطقي والتنظيم السيكولوجي. تفضل. والمايك، المايك، اعطيها المايك. تنظيم المادة هناك نوعين، تنظيم السيكولوجي والتنظيم المنطقي. التنظيم السيكولوجي هو تنظيم المادة من المعلوم إلى المجهول، من المجرد إلى المحسوس، من البسيط إلى المركب، من السهل إلى الصعب. أما التنظيم المنطقي فهو يعد أن نعرف الطلاب على المفاهيم والتعميمات والمبادئ، ونعد أن المفاهيم هي لبنات المادة الأساسية. ممتازة. بالنسبة لتنظيم التعليم، التنظيم يعني إعادة ترتيب المادة. التنظيم عنا المنطقي والسيكولوجي. بالنسبة للتنظيم، أول إشي السيكولوجي يعني إعادة ترتيب المادة من السهل إلى الصعب، من الكل إلى الجزء، من المحسوس يعني إلى المجرد. في ناس اختلفوا قالوا أنه من الجزء للكل، وفي الكل من الكل ومن للجزء. المعلوم للمجهول، ومن المحسوس للمجرد، ومن السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المعقد، ومن المعقد إلى الأكثر تعقيدا، للأكثر تعقيدا، ومن المجرد إلى الأكثر تجريبا. إذن هذه الشغلات تدرج، إعادة ترتيب. كيف تتخيلوا لما أنا بدي أبدأ أعلم الطلبة القسمة وهم في نفس الوقت لا بيعرفوا زائد ولا بيعرفوا ناقص ولا بيعرفوا ضرب ولا بيعرفوا أي شيء، وبالتالي أنا لازم أنزل أتسلسل وأرتب الشيء حسب قدراتهم العقلية وحسب مستواهم وإلى آخره، مراعيا كل الجوانب النفسية. أما بالنسبة للتنظيم المنطقي يعني أن يبدأ المعلم بتعليمهم المفاهيم، بعد المفاهيم عنا المبادئ، وبعد المبادئ عنا إيه؟ التعميمات. يستخدم المعلم طريقتان، في عنا الطريقة الاستقرائية وفي عنا الطريقة الاستنتاجية. الطريقة الاستقرائية اللي هو اللي بيبدأ من القاعدة إلى الأمثلة. الطريقة الاستقرائية يعني أن يبدأ بالكبير، يعني بالتعميمات فالمبادئ فالمفاهيم. أما بالنسبة للطريقة الثانية، الطريقة الاستنتاجية أو بنسميها القياسية أو الاستنباطية أو الاستدلالية بنسميها، اللي هو أن يبدأ يعني من الأمثلة على قاعدة، يعني عندنا مفاهيم، يعني أن يبدأ بالمفاهيم، وبعد المفاهيم عندنا المبادئ، وبعد عن أن يبدأ بالتعميمات، بعد التعميمات عندنا المبادئ، وبعدين المفاهيم. هذه بالنسبة للطريقة الاستنتاجية. احنا بس نفهم انه هذه الكفايات، هل المدرس لما بتكلم في هذا الجانب هل هو قادر على الاستنتاج والاستنباط والاستقراء والاستدلال التقصي والتامل والتفكير واستخدام كل المهارات العقليه في عمليتي التعليم والتعلم، والا اصبح مدرس ما مش فاشل، مستوى متدني. النقطة الثالثة عنا الاهتمام بالمفاهيم عند تعليم المواد، حيث أنه تعليم المفاهيم بالنسبة إلى إما بنعلمهم مفهوم جديد، يا إما بنعدلهم أو بنطور تعليم مفهوم، يا إما بنعلمهم تطبيق على المفهوم، يا إما بس بنميزهم ما بين مفهوم ومفهوم آخر. يعني عنا لو المفهوم بالنسبة للمفعول، يعني لو عنا المفهوم اللي هو المفعول، في عنا مثلا مفعول بدنا نزيد مثلا على المفعول، مثلا في عنا المفعول به، في عنا المفعول لأجله، لو بدنا هذا لو بدنا نطور على ايه؟ على المفهوم اللي تعلمناه سابقا، او لو بدنا نعلمهم مفهوم ثاني زي ما حكينا انه مثلا المفعول لاجله، بدنا نميز مثلا، بدنا نميز ما بين المفعول لاجله والمفعول المطلق وهكذا. ايضا يجب على المعلم اثراء اثراء الماده التعليميه. يلا يا زمزم. اثراء المعلم للماده، إثراء المعلم المادة بشكل هادف، لأن مناهج هذه المواد مفتوحة النهاية لتواكب الأحداث الجارية وتطور في مجال معرفتها. والإثراء ليس على المعلم فقط، بل عليه أن يشجع طلابه وينظمهم ويحفزهم القيام بهذا العمل بأنفسهم. أشكرك. يعني بالنسبة لإثراء المادة التعليمية على المعلم ألا يقف فقط على مادة الكتاب، وإنما يجب أن يكون يعني على اطلاع خارج للصحف، للمجلات، للوسائل التعليمية، نعم لكل التطورات، وألا يكتفي المعلم بس في نفسه إنه هو اللي يقوم بإثراء هذه المادة، لا، يجب على المتعلم. يعني ممكن يكون في خلل في المادة الدراسية أحياناً، أو المادة لم
يعني تثري الموضوع على النحو الأفضل، فيستطيع المعلم الخروج عن المألوف الجانب التقليدي الموجود في الكتاب والخروج لموضوعات ذات علاقة بهذا الموضوع، بحيث أنه يكون الموضوع له أهمية أكثر. ماشي، يجب أن يشجع دائما طلابه على إثراء المادة التعليمية. ننتقل للكفاية الثالثة اللي هو التعلم الذاتي للمادة الدراسية. أول نقطة تفضلي. يلا هاي المايك وراك. بس باختصار، استخدام المعلم مصادر المعرفة المختلفة مثل الكتاب ورسومه وصوره والنشرات والمجلات والصحف ووسائل الإعلام المرتبطة بمادة الكتاب على اعتبار أنها مادة تعليمية في حد ذاتها. ممتازة، يعني على المعلم أن يشجع الطالب على التعلم الذاتي، وذلك من خلال المعلم اللي بيلتزم التزام حرفي بالكتاب المدرسي معلم تقليدي. ارجعوا للباب الأول، معلم تقليدي. عشان كده بنقول المدرس اللي بده يعلم التلاميذ لازم يكون متمكن، ويكون يرجع إلى مصادر متعددة في الحصول على أشكال المعرفة حتى يوظفها في العملية التعليمية، وتكون العملية التعليمية أكثر يعني جدية وأكثر اهتمام وأكثر العلاقة بالتفكير والعلاقة بالمنطق والعلاقة بالجانب السيكولوجي، وإلى علاقات كثيرة في تطوير اللي هو المتعلم، وإلا أصبحت المادة يعني كلها على بعضها غير مهمة بالنسبة للمتعلم، ولا حتى يستطيع استخلاص منها بعض المهارات الحياتية. طيب لسه هنحكي النقطة الأولى اللي بعد نعلق وراها. بالنسبة استخدام المعلم مصادر المعرفة المختلفة، مصادر المعرفة المختلفة عنا النشرات، الأخبار، مثلا الصحف، المجلات، لا يلتزم طبعا بمادة الكتاب. ثانيا تفضل أعطيها المايك. طب اللي بده يجاوب غيبا، ما يطلعش في الكتاب وخلص. احنا ما بدناش دراسة، احنا بدنا نشغل الدماغ، احنا بدنا نشغل الدماغ علشان تفهم الطالبة انه هذه الكفايات. بس يا بنت، الكفايات التعليمية هذه الكل لازم يمتلكها، لكن مستوى امتلاكها من طالبة لطالبة طبعا مستويات. هذه المستويات اليوم انت لو انت اطلعتي وحصلت على كل اشكال المعرفة من مصادر متعددة، انت ممكن يكون عندك كفايات تعليمية عالية وتصلي وتحققي مستوى الكفاءة، مش الكفاية، الكفاءة، لأن الكفاءة هي سقف الكفاية. لكن انت لما تيجي تقولي مثلا الحاجات الموجودة زي ما هي موجودة، بعد ذلك انت مش متقدمة جدا، انت فقط بتطلع على الشيء موجود، يعني الابتكار والإبداع عندك محدود. شفت كيف؟ لأنه عملية تلقينية بالسير، وإحنا بقول لم يعد المعلم ملقنا للمعارف والحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظرية والاتجاهات وكذا إلى آخره. المهم المعلم إيش بده يساوي؟ هل بيأثر في المتعلم أو لا يؤثر؟ مساعدة المعلم وطلابه في ممارسة مهارات التفكير العليا حتى يتطور عندهم القدرات العقلية وتحقق الأهداف المرجوة، وايضا المساعده في التشخيص والوقوف على المتطلبات الاساسيه اللازمه عند عمليه التعليم. ممتازه، يعني مساعده المعلم لطلابه لممارسه مهارات التفكير، مثلا عندنا يطرح لهم الاسئله السابره المفتوحه اللي بتثري عمليات العقليه للطالب، مثلا الاسئله اللي بتركز على التحليل والاسئله اللي بتركز على التركيب والتقويم للطلبه، وكذلك عندنا دون خوف من الطالب ان يخطئ، يعني يعطي فرصه للطالب للاجابه ويعطيه الثقه انه لو اخطا المهم يعني يبدي رايه، اذا اخطا يعني مش مشكله، لازم يخطئ، اذا اخطا بتعلم من الخطأ يتعلم، اللي بدوش يعمل أي شيء لا يخطئ. هذا الكلام واضح، يعني مثلا نقول والله الطالب اللي مشبك كده وبتكلمش وبتدخلش ومش حيتكلم، طبعا مش حيخطئ، ممكن يصيب ممكن يخطئ، لكن من الخطأ يتعلم، من الممارسة يتعلم.
إذا إحنا نفهم إنه المسألة مش مسألة تحدي ما بين المعلم والمتعلم، بالعكس المعلم كل همه يطور من قدرات المتعلم. ثالثاً، مايك، استخدام المايك بسرعة. مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، كل طالب له قدراته واستعداداته وميوله واهتماماته، حيث يجب اختيار الموقف التعليمي بما يتناسب مع قدرات الطلاب ومهاراته. أحسنتي. إذن المدرس الناجح اللي بفهم أنه المتعلمين عندهم قدرات، عندهم مواهب، عندهم استعدادات، عندهم ميول، عندهم توجهات، عندهم ذكاء يتفاوت، عندهم استعدادات تتفاوت من شخص له، فكيف هو يتعامل مع الموقف بناء على أنه هذول الطلبة مش كله نمط واحد، هنا في قدرات مختلفة، فالقدرات المختلفة تفتح له مجال أنه يكون متمكن في أكثر من جانب. ماشي. بالنسبة لمراعاة الفروق الفردية في التعلم الذاتي، يعني في عنا في التعلم الذاتي الطلاب اهتماماتهم واستعداداتهم مختلفة، فعلى المعلم انه لو انشأ مجموعات ينشئ مجموعات، في عنا طريقتين للمجموعات، في عنا مجموعات متجانسة، يعني الطلبة الممتازين مع بعض، الطلبة الجيدين مع بعض، الطلبة الضعاف مع بعض، ويقوم مثلا بإعطاء مادة دراسية للطلبة المتميزين تختلف عن المادة المتوسطين، تختلف عن المادة للضعاف، وهذا ما نسميه بتفريد التعليم. يعني التعليم بيكون بالنسبة لاستعدادات كل طالب، وهذا بيكون صعب في مدارسنا. وفي عنا أن نراعي الفروق الفردية، يعني من خلال مجموعات غير متجانسة، إنه مثلا يكون المجموعة فيها طالب ممتاز، فيها طالب جيد، فيها طالب ضعيف، وبشكله مجموعة متكاملة مع بعضهم البعض. طب أنا أقول لكم على ملاحظة سيئة مرة أنا لاحظتها أثناء عملية إشرافي على المدارس. لقيت بعض المدارس إيش بتساوي؟ الموجه جاي يحضر حصة لأستاذة، كان تلاقي المعلمة الأستاذة هذه بتطلع البنات الهملات أو الأقل شطارة لصفوف تانية برا، وبتجيب من الصفوف التانية بنات يجوا يحضروا. هل هذا الكلام صحيح؟ طيب مين يتعلق لي على هذا الموضوع؟ هذه مشكلة. المعلمة بتتكلم وبتعرف أنه في فروق فردية وفي قدرات عقلية وفي مواهب وفي استعدادات وفي توجهات وفي حاجات كثيره يفترض يكون عند المتعلمين، تطلع بنات وتجيب بنات، هل هذا منطق تربوي صحيح؟ ايوه اعطيها المايك بالله بسرعه، وايه السبب؟ ايوه تحرك بسرعه، امشي. اولا المنطق اللي استعملته منطق غير صحيح تماما، لانه هي اهملت دور الضعاف، واحنا ممكن نستفيد من قدراتهم حتى لو هو غير قادر على اللي هو الاجابه، ممكن نخليه يعيد اجابه زميله، احنا ما نحبطهوش تماما، لازم يقوم بدور معين في داخل غرفه الصف. هو مش هذا الغرض انه المدرس لازم يكون متمكن، ولما يكون متمكن هو بيبرز مواهبه في هذه الحاله، بنوع في طرق التدريس، بنوع مرة بضرب أمثلة، مرة بسأل هذا، مرة بسأل ذاك، مرة بخفف من حدد السؤال، مرة بشجع هذا كذا، هذه كفايات، يعني بنشوف مهاراته وقدراته هو كمعلم في مستوى أدائه، هل يستطيع أن يتعامل مع الجميع أو لا يستطيع. وبالتالي في بعض المدرسين أسوأ من كده، كان بقول للطلاب في حالة أنت ما بترفع إيدك كده أنا مش حسألك، ارفع ايدك بأدب انا بسألك. طبعا انا اللي مش عارف اجابة السؤال يسرع انا 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 انا, أنا. فاساليب بتكون على مستوى الحصة الدرسية مش تضيفها، بالعكس المدرس هو حماية وموجه ومرشد ومفعل ومشرك دور المتعلم ويساعد المتعلم في كل مشاكله، هذا اللي يفترض من الناحية التربوية، لانه الهدف والغرض الاسمى هو بناء الشخصية المتكاملة. يلا النقطة السادسة، يلا يا فاتن.
أيوة. مراعاة مفاهيم التكرار الجيد من حيث تنظيم مكونات ما سيتدرب عليه الطالب وجعل التدريب موزعا ونتيجته الشعور بالرضا والارتياح والثقة بالنفس. ماشي. مراعاة مفاهيم التكرار الجيد من حيث تنظيم مكونات ما سيتدرب عليه الطالب، وعلى المعلم أنه يجعل التدريب موزعا من ونتيجته الشعور بالرضا والارتياح والثقة بالنفس. وهناك دوافع شخصية مقترنة بها مثل وضوح الهدف والإثابة ومعرفة الطالب واقتران تدريبه بالفهم والرغبة. أما النقطة السابعة، تفضل. انتقلي أعطيها لها بسرعة. بسرعة. تعزيز إجابات الطلاب الصحيحة وإسهاماتهم التي تعكس تفكيراً أصيلاً وخيالاً مبدعاً، وإنجازاتهم الفردية والجماعية التي تعكس جهدهم وتحمل طابع تنظيم الجيد والثقة في العمل. طيب أشكرك. بالنسبة لتعزيز إجابات الطلبة الصحيحة وإسهاماتهم التي تعكس تفكيرا أصيلا عن خيالهم المبدع وإنجازاتهم الفردية، يعني نعزز الطالب بعد كل إجابة صحيحة، وأيضا لأنه التعزيز الناجح هو اللي بيولد عند المتعلم الرغبة في الاستمرار، وهو اللي بيعطيه الدافعية، لأنه عدم إثابة الطالب يعتبر العقاب، يعني بيعتبر أولى درجات العقاب هو عدم إثابة الطالب. طبعا في مدرسين كتير بيفهموا أنه العقاب فقط يكون بدني، وأنه العقاب يفترض أن يترك أثار على الجسم. هذا غلط، غلط 100%. معنوي. إحنا لما بنعاقب بنفهم كيف نعاقب، وبنعرف ليش بدنا نعاقب، وبنفهم المتعلم ليش بدنا نعاقبه، لكن الاكثار من التعزيز افضل من العقاب الاكثار. وبعدين ايش كمان يفترض علينا؟ انه نشرك المتعلم في جوانب متعدده، زي مثلا على سبيل المثال اتخاذ القرارات، دائما نحفزه نشجعه، نستهزئ من شخصيته، نحاول نستثيره، نحاول نرشده، نحاول نتعرف على مشكلاته. كل هذه الشغلات بتحسسنا او بتحسس المتعلم انه المتعلم له دور وله احترام وله تقدير على مستوى الحصه الدرسيه، ما بيقلل من شانه ولا من شخصيته ولا من هيبته ولا من مكانته. دور المعلم واضح، لكن العقاب، الثواب والعقاب موجود في القران، لكن دائما التركيز على الثواب اكثر، لانه بثير دافعيه ولها اعتبارات نفسيه اكثر. تفضلي. بالنسبة للكفاية الرابعة، وهي كفاية اختيار أو مبدأ اختيار الأنشطة وتنظيمها في تعليم المواد الدراسية. بالنسبة للأنشطة، يجب أن يحرص المعلم أن تكون الأنشطة هادفة، يجب أن تلبي عنا لتعليم الطلبة وإكسابهم قيم واتجاهات وتثير حاجاتهم، وإلا كان النشاط لا فائدة منه أو لا هدف منه. بعد ذلك أيضا يجب على المعلم التنويع في الأنشطة، لأنه كل ما كان في تنويع في الأنشطة كل ما كان هناك تعليم فعال، كل ما كان هناك دافعية أكثر، كل ما كان بيزيد حفظ الطالب للمادة الدراسية. وأيضا عنا يجب على المعلم أن يوفر الأنشطة الفردية والأنشطة الجماعية. الأنشطة الفردية طبعا في الموقف الصفي تكون الأنشطة الفردية أفضل من الأنشطة الجماعية، وفي المواقف اللا صفية بتكون الأنشطة الجماعية أفضل. يعني لو مثلا المعلم طلب من الطلبة مثلا إنشاء مثلا وسيلة تعليمية، هذا نشاط غير صفي لأنه حيقوموا فيه في خارج غرفة الصف، فيعني لو اشتركوا مجموعة معينة بيكون أفضل، في حين أنه المعلم لو كلف بنشاط مثلا بشرح نقطة أو بعرض مثلا فكرة معينة أو عرض فكرة مشروع أو عرض بحث بيكون طالب أفضل. نعم. وعلى المعلم أنه يدمج ما بين الأنشطة الفردية والأنشطة الجماعية. ورابعا بالنسبة للأنشطة، أنه يستخدم الوسائل التعليمية اللازمة لموضوع الكتاب، وكذلك اختيار التعيينات البيتية اللازمة
يجب أيضا على المعلم الناجح أنه يعطي تعيينات بيتية عشان الطلبة يراجعوا ما تم دراسته في الحصة الدراسية. وسادسا تنظيم الرحلات والأنشطة المختلفة، لأنه الرحلات والمقابلات والمشروعات التعاونية تعتبر جزء لا يتجزأ من المادة الدراسية، يعني هذه أنشطة يجب ألا نفصلها عن المواد الدراسية. سابعاً عندنا متابعة قيام الطلبة بالأنشطة، يعني المعلم ما يطلبش من الطالب أنه يقوم بنشاط معين ومن ثم يتركه، لا، يجب أنه يتابعه ويقومه للطالب. حننتقل للنقطة الخامسة والكفاية الخامسة للمعلم الفعال، وهي الحرص على العلاقات الإنسانية الإيجابية. النقطة الأولى يا علا، أعطيها المايك. أولاً توفير الحرص على توفير جو نفسي بين كل من المعلم والطالب، وذلك من خلال المبادرة، طرح الأسئلة، استخدام الإيماءات، تعابير الوجه، أن يكون المعلم يقدر مشاعر وأحاسيس الطلاب، ويكون تفاعل مشترك ما بين كل من المعلم والطالب، تقدير الأحاسيس والتحاور، المناقشة، وتكون العلاقة ودية لتحقيق الأهداف. أشكرك. عندنا توفير جو نفسي. سؤال، هل قلت لو أنتم، مع احترامي لكم، بدكم تكون علاقات جيدة بينكم، إيش يفترض يتساووا بينكم وبين بعضكم علشان تكون العلاقات إيجابية؟ هاتي هالمايك بالله بسرعة بسرعة، إقف إقف، أيوة، أعطيه للأستاذة هذه. علشان تكون العلاقات بين بعضكم علاقة محترمة، علاقة جيدة، إيش يفترض تعملي من أشياء اللي تساعدي اللي هو جماعتك والكل يكون له علاقة طيبة مع بعضه؟ الصدق بين الطالبين. إيش كمان؟ والاحترام المتبادل بين الطالبين. احترام الآخر. إيش كمان؟ علي صوتك، أنت ضيفة أنت. طيب مين شطورة؟ احنا نتكلم بشكل عادي، يعني علشان نقول والله المدرس يفترض تكون له علاقة جيدة وطيبة مع المتعلمين، كيف بده يكون؟ إذا كان في تشجيع، إذا كان في تعزيز، إذا كان في احترام، إذا كان في إشراك، إذا في كان ولاء وانتماء وتحمل مسؤولية، إذا كان في استخدامات كثيرة في عملية التدريس كمان، من تلميحات وأشياء فيها نوع من التبسم أثناء اللي هو إلقاء الدرس، هذا بيساعد انه يكون في علاقات، في احترام، في تقدير، في اهتمام، في حل مشكلات المتعلمين، في مساعدة المتعلم، في توجيهات وارشادات، كلها مش استهزاء من شخصية المتعلم، كلها بتساعد على ايجاد علاقات طيبة اثناء اللي هو الحصة الدرسية. انتبه معلم. يعني بالنسبة زي ما حكينا إنه توفير جو نفسي في المواقف التعليمية المتمثل في تقبل مشاعر وأحاسيس الطالب واحترام أفكاره وآرائه، وأيضا وإتاحة الفرصة له للمشاركة. كيف البنات بدهم يحبوكم في المستقبل؟ كيف بدهم يحبوكم إذا أنتم ما تتعاطفوش معهم وما بتساعدوهمش وما بتشجعوهم وما بتحفزوهم وما بتساعدوهم في حل مشكلاتهم؟ ولا في إمكانية المتعلم يحب المعلم في هذه الحالة. لكن إذا كانت عندها سخرية واستهزاء وعقاب وعدم تمكن من المادة العلمية، وفي نفس الوقت مش مهتمة بالمتعلمين ولا بتتعامل معهم وبترسبهم، وفي نفس الوقت هي مش مخلصة في أدائها، كل هذه انعكاسات على الجوانب الخاصة هذه كفاية. فهذه الكفاية، هذه من ضمن الكفايات اللي لها علاقة وارتباط بالتعامل مع المتعلمين، اللي هي العلاقة الإنسانية. نعم. وأيضا استخدام مبدأ العدالة والمساواة والديمقراطية والتعامل مع مشكلة الطلبة والعمل على حلها. النقطة الثانية، يلا تفضلي هاي المايك وراك. تنظيم وضع الغرفة بحيث تسهل التعاون والتشارك بين المعلم والطالب، أيضا من خلال استخدام الحركات بتوفير الحركة الجسدية الحرة للطالب وجعل حركة المعلم هادفة ولها وظيفة محددة.
ممتازة، يعني تنظيم وضع غرفة الصف وإجراءاتها التي تيسر عملية التعلم يجب على المتعلم. التنقل المطلوب فيها أهم شغلة التنقل. التنقل يعني أنا مثلا وحركة. لما أنا بنظم شغلة معينة بكل بساطة بكون حاسب حساب لأي شغلة أي كانت، لو أنا طلعت ومشيت وكذا وكذا معناه ذلك أنه ما فيش مشاكل، لكن لو بدي أتعثر في أي شغلة أي كانت معناها هنا المشاكل، هاي المشاكل. إذن عملية تنظيم الحصة الدرسية تعتبر في غاية الضرورة والأهمية، لأنه بتساعد على التواصل والاستمرار في عمليتي التعليم والتعلم مع المتعلمين. يلا ثالثاً عنا الحرص على القيام بأنشطة التواصل مع الآخرين، زي ما حكينا سابقاً إنه يجب على المعلم أن يكون متواصل مع طلابه يستطيع إنه يحل مشاكله. أما النقطة السادسة من الكفايات وهي إجراء عملية التقويم، مين تعرف لي التقويم؟ ما المقصود بالتقويم؟ ماشي، أنهي يعني ولا كيف؟ أيوة، تقويم بالنسبة تشخيص تحديد جوانب القوة والضعف. وين؟ أيوة تفضلي. هو إعطاء قيمة نهائية للشيء أو تشخيص نقاط القوة والضعف، من حيث أن نقاط القوة نقوم بتشجيعها وتعزيزها، أما نقاط الضعف فنقوم بتقويمها وتطويرها. ماشي ممتازة. بالنسبة لعملية التقويم وهي عملية التأكد من تحقيق الأهداف، وبالنسبة لأساليب وأدوات التقويم مختلفة، في عنا الملاحظة، في عنا القياس، في عنا الاختبارات، وفي عنا أيضا قوائم الرصد ومقاييس التقدير. كلها خدتوها هذه الموضوعات؟ نعم. كلها أدوات. إذن هذه أشياء مهمة جدا بتساعدنا على اتخاذ قرارات، وشكرا لكم ولحسن استماعكم، وشكرا للطالبة، وشكرا للأخ المصور، وأهلا وسهلا فيكم.